يا أخي كفر. بساتين نخيل رائعة معمرة للسنوات طويلة، تجي تجرفها حتى تحولها إلى قطع. شفت مالت الدورة اللي أخذوها؟ نعم. أخذوها الجماعة؟ هذه قمة الجرائم، هذه جريمة بيئية لا تغتفر. حصلنا النظام السابق على إزالة وتجريف البساتين على ضفاف شط العرب، وجريمة لا تغتفر. كانت هذه قارئ عنها بال 72 مجلة الـFAO، أكبر غابات اصطناعية بالعالم هي غابات النخيل على ضفاف شط العرب. شوف كثير من، وهسه قاعد نجرف أمام أنظار الكل. أنا أريد أقول لك قضية. نعم. سيادة الرئيس، بكل العالم إذا تريد تشيل شجرة من حديقة بيتك تجيب موافقة من الدولة. صح. أبو مصطفى أركب سيارتك وفوت على السريع مالت الدورة. شنو اللي صار هناك وخلي ينطونك سريع الدورة يمن؟ وليش تجرفت البساتين؟ ولمصلحة من؟ هذه جريمة بحق بلد. اطلع بالليل بسيارتك، ما صايرة مناطق بكاملة تجرف، لأنه أكو واحد. نعم. أكو واحد مستهتر، أكو واحد قوي. هسه تحدث قدام العراقيين والسيد الرئيس يسمع. أنا الحقيقة هذا موضوع مؤلم جدا، يعني إحنا بحاجة بيصير. إلى تدري هسه أكو حملات زراعة مليون نخلة، أكو أمور يعني تزرع مليون نخلة وتقطع والولد يقطعون مليون نخلة؟ لا والله، لأنه ما حد يقدر يقول له، يقول له على عينك حاجة. هذه رئة بغداد. شوف رئة بغداد أنا قلتها مرة، هي القريعات، منطقة القريعات هي رئة. نعم. بغداد من شنو الروح اللي هناك بالليل تحس أكو 5 درجات فرق عن بغداد. طبعا درجة الحرارة طبعا، بساتين ومكانات جميلة والنهار. روح شوف صارت، حولناها إلى معارض سيارات. ما أنا من أفوت بهذا الموضوع، لا طويل، هذا شيء مؤسف. لا هو إحنا، أنا هم الحقيقة أنا هم مرضى جنبك، أنا مسخم وملطم. لا أنا مو قصدي، يعني هو مع الأسف. شوف إحنا يجب أن نكون دراسة سليمة لها. طبعا أنا الرجل دولة رئيس الوزراء من الناس المتحمسين لهالموضوع، لكن تدري أكو أمور صارت واقعية انفرضت، يعني ما أقدر أنا أزيلها ولا هو يزيلها، بس يراد سياستنا الواقع الذي بني على باطل يجال. هذا ضمن البرنامج الحكومي الواقع. نعم. اسمح مني مع الوزير. نعم. معذرة. نعم. الواقع الذي بني على باطل يزال مهما كان وراءه إن شاء الله. زين.